فما زالت بعد وفاة أبيها رسول الله معصبة الرأس منهدة الركن ناحلة الجسم يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة إلى أن حضرتها الوفاة اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه قالت يا ابن العم نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري أريد أن أوصيك بها قال أوصي بما أحببتي تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به وأختار أمرك على أمري وإذا بها تقول أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني قال معاذ الله أنت أبر بالله وأعلم وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي فقدك ومفارقتك إلا أنه أمر لا بد منه والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سارا وإذا بها تودعه وتبكي والإمام يودعها ويبكي قالت أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني وكفني وصلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم ثم أوصته أن يصنع لها سريرا نعشا صورته الملائكة لها وهو أول نعش صنع في الإسلام حتى لا يرى أحد ظل بدنها ومن يراها ما خرج معها سوى الحسن والحسين والعباس والفضل بن العباس إلى هذا الحد وأبو ذر الغفاري خرج معهم أيضا يقول الإمام سلام الله عليه أمضيت كل ما أمرت الزهراء به الله أكبر الله أكبر